الجواز الإلكتروني هو نقلة نوعية من ناحية البيانات اللي في الجواز بصفات أمنية أكثر، وتكون البيانات محفوظة في تشيب في الجواز. هو اللي تميز فيه عن الجواز السابق، هو الجواز السابق كان جواز مقري إلكتروني، لكن ما في البيانات الإلكترونية. هو ذي الجواز الجديد هو في المعلومات الإلكترونية. مصير الجواز السابق يعني هو الجواز اللي انتهى، يعني طبعا بيكون عملية استبدال جوازي هو نفس ما احنا ماشيين الحين، اللي هو اللي باقي 6 أشهر نصدر للجواز المستبدل الجواز الجديد. لكن هذه ما يمنعنا في المستقبل نشوف حسب الإجراءات، وتعرفين أي نقلة نوعية من لخدمة جديدة تواجه بعض الصعوبات في البداية، فاحنا بننتظر نشوف في البداية ونشوف تالي إذا في إجراء نعدل المدة أو هذه، إن شاء الله هاي بننظر لها في المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشاركتنا في هذا المشروع شرف كبير، وهو مشروع وطني. نشكر فيه القيادة الرشيدة، ونشكر معالي الشيخ راشد ومعالي الشيخ هشام على إتاحة هذه الفرصة، وبحيث أن قدرنا نعكس البحرين في هذا الجواز، بحيث أن الواحد لأن عنده الجواز يبين ماضيه العريق، حاضره المشرق والمستقبل. فهذه الثلاث شايات هم الموجودين في الجواز، مبين من تاريخ القدم للبحرين إلى الحاضر اللي عندنا، وكلها عن طريق لوحات جسدت هذا الأمر، مثل بديناها بالإيمان يعكس الإسلام، العروبة، عندنا الحكم، عندنا الطبيعة، عندنا لوحات عن السياحة، لوحات عن الابتكار والإبداع، لوحات عن العمارة، عن المواصلات وإلى آخره. هذه كلها تعكس البحرين الجميلة، وهي كدانة في الخليج. فالجواز هو عبارة عن فكرته، هو شيء ثمين ونفس الدانة ومميز.